السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. على القعدة الحلوة هذه والأجواء الجميلة، فقلنا نستقل هذه القعدة خاصة النابر خفيف، نقول لكم سالفة من سوالف الحداقة الطريفة. هذه السالفة بأوائل التسعينات، في لي زميل أيام العمل مصري الله يذكره بالخير اسمه أشرف، هو زميل يعني مرح ويعني دائما بشر، فطلع وياي كم مرة يعني الحداق لما طلع صوب السالمية والبلاجات وهذا، فطلع معي استانس من الحداق هذا يعني، فطلب مني أعلمه وقلنا أساعده يشتري سنارة. يعني علمته، شرى سنارة علمته واستانس، قام يصيد شوي، فطلع وياي كم طلع. ففي يوم من الأيام كنت يعني بطلع الحداق، سألني وإحنا بالدوام، قال لي أبو ناصر متى إن شاء الله يعني أنت عاوز تطلع؟ قلت إن شاء الله اليوم، أنا بطلع إن شاء الله يمكن صوب البلاجات. قال أنا حقي لك. قلت حياك الله. قال متى وهذا؟ قلت له تقريبا الساعة 7، يعني الساعة 7 راح أكون هناك. فأنا رحت سبقته ويعني ويوم جيت لقيت السيف يعني شوي مليان عوائل، فتطرفت عنهم بعيد وحطيت أغراضي ويعني والسنارة وحذفتها وقعدت أنطر. فشوي ولا أسمع صوت صاحبي هذا أشرف، وهو يعني شكله طويل شوي وهذا يعني من أول الدخلة قبل الناس هناك أشوف، بعدين أطالع ولا صارت يعني أشوفه وقف مع واحد نجري ويا كويتي قاعد تناجرون وتناجر وياه وكذا. قلت شو السالفة؟ يلا على ما وين وهذا جاني. فقلت له ايش سالفتك انت؟ ايش فيك يا الرجال ومسوي مشكلة ولا هذا؟ قال لا أنا كنت جيت وببص ما شفتك، يعني ما شفتك، وأخيرا شفتك بآخر يعني المكان، فقعدت أنادي عليك وعلى صوت جهوري، ولقام ينادي بعلى صوت أبو ناصر أبو ناصر. فهو جاي يناديني، كان في كويتي قاعد ويا زوجته وكان الجو حلو وجو شاعري، وقاعد وياها وحاط بساطة وجاية ويطالعون البحر. فصاحبي الله يهداه أشرف جاي صار وراهم، كان يصرخ هذيك الصرخة أبو ناصر، وصرخ كان يطمر الرجال مسكين من الخرعة وتطمر المرة من الخرعة، وقام عليه الكويت ومسكه قال إيش فيك خرعتنا؟ هذه شلون تصارخ كذي؟ ليش تخرعنا؟ من هالكلام هذا. قال لا أنا كنت بنادي على صاحبي أبو ناصر. قال لا أبوك لا أبو ناصر إياك، حزعجتنا وخرعتنا وخلتني أطمر وحالتي حالة. فقلت الله يهداك يا أشرف تسوي هالسالفة الحين، خرعت الرجال وكسبنا منك مسبة على سبة أبو ناصر. أبو ناصر تعال ثاني مرة على طول، لا تقعد تصارخ ولا شيء. فهذه من السوالف الطريفة اللي أذكرها، وإن شاء الله لسوالف ثانية إن شاء الله.